وصلت من اول قبل ما اسلمها على طول. ما اقول لحضرتك كمطلقه عرفت ان يعني انت مطلقه. انفصلتي عشان تحتفظي بنور؟ انفصلت وجوزك بالفعل. وافق على كده؟ وافق لان هو حس ان انا، هو طبعا اعترض في الاول وقعد يقول لي طب احنا نلاقي حلول. قلت له ايه الحلول؟ طب انت هو هتسيبيه. شاف نور؟ هي سنه سنة. عايش معاها. هي نور دلوقتي بتشوف الصور تقول بابا. يعني هو وافق انك انتي تنفصلي منه عشان تحتفظي بنور؟ هو حاسس انها بنتي وانا مش هقدر استغنى عنها، فهو احترم رغبتي في ان انا اضحي عشانها. يعني هو احترم حاجه زي كده ان انا والنهارده لمس ان حاسس ان الامومه عندي اكتر. طب رد فعله ايه لما عرف ان هو مش ممكن يكفلها لان عنده 4 اولاد من الزوجه الاولى؟ كان زعلان طبعا، هو كان نفسه فعلا ان احنا نكتبها بس كان القرار صعب. ما طلبش مني جوزك قال لك خليكي على ذمتي وانسي موضوع نور؟ هو مش بالطريقة دي، يعني اللي هو ايه، هنشوف حل. الحل ايه؟ الحل ان انا ارجعها الدار. فده كان بالنسبة لي يعني صعب قوي. اصل ازاي قدرت تضحي بجوزك عشان خاطر يعني طفلة ما هقول تعرفيهاش؟ لحضرتك على حاجة، انت النهاردة لو في حد محتاجك قوي 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 وحد محتاجك نص نص، هتعمل ايه؟ انسانيا هتروح للي محتاجك. كمان نور، انا مش بس اديتها، هي ادتني احساس انا بدور عليه 20 سنه. انا اول مره قالت فيها ماما، يعني انا كنت واخده من المطبخ للطرقه جري واسجل واتس ايه ماما ماما ماما، حاجه مستنياها بقالي 20 سنه. يعني هسألك سؤال صعب شويه، اتفضل. بتحبي مين اكتر، نور ولا جوزك؟ هو صعب جدا. لا اكيد نور. رغم ان انا حبيت جوزي جدا واحنا عشنا مع بعض، وهو رغم ان انا هو معاه 4 اطفال حاول معايا في الحقن المجاري مرتين. يعني الاحساس ده بالنسبه له او ان هو عايز يرضيني، دي كانت حاجه بالنسبه لي مأثره فيا جدا. يعني فاهم حضرتك لما ابقى عندي 4 اطفال واجري في حقن مجهري، هو كان نفسه ومنعين ان ربنا يرضيه.